لمزيد من التفاصيل حول شأن سوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية المحلل السياسي السوري ياسر النجار. أهلا بك أستاذ ياسر. حياكم الله. أستاذ ياسر، إذا حصلت الأيام الثلاثة الماضية في القصف الذي يستهدف المدنيين في الغوطة تجاوزت 250 مدنيا، برأيكم كيف ستنعكس جلسة مجلس الأمن على السفك المستمر لدماء الأبرياء؟ طبعا كما تعلمون روسيا هي من دعت إلى هذه الجلسة الاستثنائية. طبعا المسار ضمن الجلسة الاستثنائية سيكون بخصوص المذكرة أو المشروع الذي تقدمت به السويد وأيضا الكويت. تعلمون أن روسيا شريك حقيقي في عملية استهداف المدنيين في الغوطة، وهذه الطيارات الحديثة التي ذكرها تقريركم أيضا باشرت عملها في مناطق الغوطة. كل هذه العمليات القصف مسؤول عنها روسيا، وتعلمون أن إدارة المعركة العسكرية في سوريا تنطلق من مطار حميمين. إذا روسيا شريك في قتل السوريين، شريك في استهداف المدنيين في الغوطة، وأي مشروع يتقدم إلى الأمم المتحدة يمكن أن يتقدم بصيغة تكون فيها تجريم أو الاتهام إلى روسيا، وبالتالي تفقد روسيا حقها في التصويت. تعلمون أن أي مشروع يكون مستهدف فيه أو يكون ضمن محوره أحد الدول 15 التي تصوت في مجلس الأمن تستثنى هذه الدولة من عملية التصويت. إذا روسيا وبخطوة ذكية استبقت أي مشروع يتقدم به ويكون ذكر روسيا فيها كدولة مذكورة بعملية المشروع. روسيا من خلال هذا المشروع تريد أن تقول أنها يمكن أن تعمل تسوية معينة حول عملية الهدنة. الهدنة والمشروع الذي تقدم به السويد هو مجرد، والكويت هو مجرد 30 يوم من وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. ما مدى إمكانية تحقيق هذا المطلب أستاذ ياسين؟ ما مدى إمكانية تحقيق هذه الهدنة؟ 30 يوما هي شيء كبير بالنسبة لهؤلاء المدنيين الذين يعيشون تحت هذا القصف. بتصور روسيا تريد أن تستثمر الوقت. حقيقة ما يحصل في الغوطة يحتاج إلى قرار حاسم. الولايات المتحدة الأمريكية مجرد أن يكون لديها صوت فقط تصوت بنعم لوقف إطلاق النار لا يكفي. تعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية بيوم من الأيام اتخذت قرارات خارج إطار غرفة مجلس الأمن، وبالتالي هي أيضا تريد أن توصل رسالة إلى روسيا أنها تستطيع أن تحقق المزيد من القتل. بتصوري أن هناك يجب أن تكون إرادة حازمة دولية، لأن الشعب أصبح جله تحت الأنقاض. لا يوجد حوالي 80% من نسبة الدمار المتواجدة في الغوطة، الجميع في الملاجئ، وتعلمون أن الطيران الروسي يستطيع أن يخترق الدروع ويستطيع أن يخترق الملاجئ، وبالتالي حياة كل هؤلاء 400,000 معرضة للخطر بسبب ترك طيران روسي يعيش فسادا في سماء الغوطة. حديث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو مستعدة للنظر في مشروع الهدنة بشرط ألا تشمل الجماعات المسلحة، وصفها الكثير من المراقبين بأنها مراوغة، كيف تقرؤون ذلك؟ روسيا حريصة على أن تستكمل محيط مدينة دمشق، هي تخشى أن يكون هناك أي مبادرة لحل سياسي بعدما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر الآن، وقالت بشكل رسمي أنها هي من ستحدد مسيرة الحل السياسي. الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد هناك مبررا لوجودها بعد أن انتهت المعركة على الإرهاب، لذلك هي ستساهم في عملية الحل السياسي من أجل أن يكون هناك مبرر لتواجدها العسكري في المناطق شمال شرق سوريا. بتصوري أن روسيا وصلت لديها الرسالة، وهي كانت تستفرد بالملف السوري بكل معنى الكلمة، الآن هي تتعرض لضغوطات من نتيجة تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبتصوري روسيا تريد أن تثبت محيط مدينة دمشق، تضمها إلى دمشق لكي يكون منطقة نفوذها خالية من أي تجاذبات على مستوى الصراع العسكري. في هذا السياق أستاذ ياسين، إلى أي مدى يمكن أن تستجيب فصائل المعارضة لشروط روسيا من أجل وقف المجازر على المدنيين؟ وإلى أي مدى أيضا سيناريو حلب وحمص يعد الآن للغوطة؟ يعني المشكلة الحقيقية أن حتى هذه اللحظة كل ما يستهدف أو يستهدف المدنيين في الغوطة هو مجموعة الطيران والصواريخ المتوسطة أو القصيرة المدى. إذا لا يوجد تقدم ميداني حقيقي على مستوى العمليات البرية العسكرية. أنا بتصوري الميليشيات الإيرانية أيضا تريد أن تحقق مكاسب لها. روسيا تريد أن تخلص إلى نتيجة مفادها أن عبر القصف فقط
تستطيع أن تخضع الثوار، الثوار على الأرض يتحضرون لأي عملية تغلغل على مستوى الميليشيات الإيرانية، وبتصوري أن المشكلة هي مشكلة عض الأصابع. إذا استطاع القرار الأممي اليوم يعني أن يكون له على الأقل تسليط الأضواء على أن روسيا فيما إذا ذكرت الفيتو للمرة الثانية عشر، بالتالي روسيا تستطيع أن يتم تجاوزها عبر مجلس الأمن الجمعية العمومية. وأنا بتصوري روسيا أيضا تريد تحسب حسابات هذا الأمر. الثوار على الأرض يستطيعون أن يوقفوا كما وعدوا، يعني من خلال تصريحاتهم هم يستطيعون أن يوقفوا أي تقدم بري أو ميداني، وبالتالي لذلك لا نرى أي تقدم للميليشيات الإيرانية على مستوى الأرض. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السوري ياسر نجار، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.